الو زافر. اه زافر بس اخوي انا ابي اسمع اسمعني ابار مش باش نحكي عاطفه انا معناها باش نحكي ابار وخيان ونحبوا بعضنا وكل نعرف زافر كي دخل في موضوع ما يجيش مع الانسان اللي سخفه حتى كان هو ظالم يجي معنا مظلوم ضد الظالم وخي هذيك بابا انا ميت من 2004 جبدته صاحبي علاش بعد مره ما روحت من الحلقه هذيك تنقرست هي والا كليت برشا شلابك بضحكه ومع الناس الكل نتاع صاحبي روحت انا مريقل بنت اختها صاحبي تبعت لي كلاس تسب فيا بعد هي قالت ما نعرفش شنيا كان من المرأة والراجل الحر ما نعرفش شنيا بعد كي سبيتها انا وليت انتوما متضامنين معاها صاحبي يعني انتوما منظمين مع عبد ظالمني وسبب لي والدي يعني انتوما عبارة كيف ومعنى هكاكا اسمعني انا اخويا كلمتك باش نسمعك جعفر تعرفني نحبك على الاخر صح اسمعني انت وخي وامش نقول لك من الاخر بكل ويدك امش نقول لك من الاخر انت وخي من جد وانا راني صادق ولا خوف ولا طمع وبعض لك بيجا مساج انا اقسم بالله اللي تحكي لي فيه تو اشتاق منتي واشتاق ولدتي ما في بالي بيجن نورت عيني ولا عندي بسوء وحق لا اله تعرفني كده انا بدي بيت صاحبي على خاطر كل شيء في الانستغرام والناس كل تتفرج صح اشتاق منتي قلت لك لا في بالي بيجن انا ثبت وحق لا اله الا الله ثبت يا اخويا وكان تطلع حاجه من اللي قلتها لك غلطه انا مستعد للي بتقوله انت صح لا خيك انا راني صاحبك راش اما نشتاق منتي ربي اللطف اللطف يا ولدي ان شاء الله لاباس صاحبي ونلطف عليها شبيه كلاي راني نحب ايه انا بيدي بهت يا جعفر وخي قلت زح نتاع الناس الكل ضدي جات وين اللي والدي مصبومه من الاول فاهم والله انا في بالي جمله والله ساده صح مريض انت يا راك وخي معناها وكان ما غلطتنيش منك يا ما جيتش قريب برشا راني صاحبي ما عملتش هكا انت كان ما جيش نعريك ما تكلمتنيش الساعة اولا اما انا اقسم بالله لا نعمل فيك ذاك الشهر وندافع واحد يا اخويا اما فيدا كي نظلم ايقف كونتري نرمال معاك انا كي نبدأ ظالم صاحبي وتيقف كونتري صاحب ما نحبوش الظالم خاطر نحن انا شو اقول لك حاجة واحدة اي اخوة معني ماني بخي ربي اخوك اكبر منك اي اخوة في كل الحالات هي راهي برا بس سامحني انت يا اخويا الوالده ربي اخويا يفضل هالك الوالده ربي يفضل هالك تسب اخويا والدين واحد على انستغرام الوالده ما عندهاش انستغرام اللي هي صاحبي اكبر منها ما كيبانيش بيها الجمله تو نبعث لك كابتير ما عندكش صاحبي على انستغرام برا ادخل الانستغرام بتاعي يا تو تلقى العركه كيفاه بدات بايش هذاك اخويا على علاش والموضوع هذا ماذا بيك انت تحكيه على خاطر الناس في بينهم بالحكايه وظهرت انت معاها كانت فيها وهي ظالمه صاحبي راه اغزلي صاحبي انت انا وياك نتقابلوا حتى في الرعد رانا وخيان معناها مش كون واضحين ربي يستر يا جعفر تعرف انا والله بهت نتفرج بهت بهمت ورحمه بابا انا والله انا ما قلتش حاجه عيب انا كنت انا اي فهمت مع عبد خبلي معناها والدي اقسم بالدنيا هو الخايف فاهم نتاع يا جعفر صفت انا اخويا كي تلقاني ظالم في اي موضوع معاك انا كي تسبني صاحبي باهيش اما كي نبدا مظلوم اللي تكون عارك كل شيء لامك كل شيء بيك اكيد صاحبي كي نبدا انا ظالم على العين والراس صاحبي مش بالعاطفه انت باش تحكي الحق فهمت لا نحكي الحق خويا غني ولا هي هيك اخويا اسكات خويا الوكيل خويا الجمهوريه انا مستعد باش نعدي ربطيه اما بعد ما نروح عندي كان عدو واحد اللي هو الحوار التونسي اللي من البلاتو باش نلقى روحي في المرنقي انا صح هوني جونا به وحابب نعرفه مش باش يجيني زيد صاحبي راه اما الظلم ليه وانا من البلاتو باش نلقى روحي امي تجيب لي في القفه اللي ثبتها واحده تخدم الغادي وبعثتني الحبس ورحمه بابا ما نعيش نصب فيها ماما برك. نجم نحكي معك انا تفضل اخويا. لا تفضل لي قلت لك هو اولا تسال الموضوع يزوي تسمي انت انا بيك والله تسمي انت تسال تعمل في موزيك وتعمل في كذا وانا يا اخي هذا كله تسمي ولا ينجم الكلام.
هي يا صاحبي تقول انا نعتذر لوالديه، انا نقول انا نعتذر منها هي وفسخ الغناء، هي تطلب سماح من امي وبابا. صاحب شوف يا كلاس، شوف انت جيت بحدانا مني وليت وعبرت على رايك. انا جيت بحداكم باش نلقى روحي في المرنه جايه ولد اخويا البيه، ريت محلاها على واحده تثبتني محلاها. اسمعني بابا بابا، انت جيت بحدانا وعبرت على رايك، هي عبرت على رايي، والاختلاف رحمه موال ادي انا معاك يا اخي. بالعكس انا راه واحد فرحان، انا هرسها للشيخ علق كل الحكايات اللي صارت على كل، انا في باليش الحكايات كل الغنيه اللي عملتها انت صاحبي اي. اما هي صاحبي انت الله لا يوريك غيار في ميمتك، وكي يبدا الوالد خويا متوفي خويا وتجي وحده خويا قرنبو تسب لك تسب تسب لك الوالد والوالده وتبدا بالعيب، قل لي انت شنو لازم تعمل صاحب اكاهو. احنا زادت هي خويا، هي خويا معناها الطوب نتاعها ثبت لي والدي هنا ضحكت عليها تونس. اما حاجه اسم العفو برا خويا ثبت كذا تمني ولا لا، هي مهما اللي ثم عفو بركة اللي باش ياخذوا انا من صاحبي باش نروح لها هي مره اخرى هكا فماش عفو ياخذ. بابا ميت صاحبي، بابا كان شي حيره وصاحبي هبل اشلابك هذيك. ينعمهم وينعمهم شنو ربي يفضل لك الوالده، نورت عينك. عايش خويا، اما ما تتسبش بالكيفيه هذيك راهو شنو ما تتسبش بالكيفيه. لا انا اخويا الشعر اخويا من والدي بكيفيه اكثر من هذيك صاحبي برجولك. اي صحيح، هي هي حتى تداع حتى تداع الضوء صح، حتى تداع على زون روز في حياتي انا. ماني قايك انا تو، ما تعرفش كيف مش امكانيه للماء يا خويا الحكايه. وعليه ما لم شيء، انا ما لم شيء انا صاحبي. عم انا اسمعني كتلبتك مش بسلم الحكايه، راني انا من توا نحضر في السكريات نتاعي وفي القفص نتاعي بسمي ما تتعبش. عارف انا على شنو قادم، ماكسيموم 6 شهور صاحبي ربطي على القذف علنا والتجارب ما ينافي الحياه وهذيك والاخلاق الحميده نعرفهم نعديها ونخرج. انا كلمتك باش نقول لك صاحبي راك جيت انت مع الظالم على خاطر سخفك اكاهو. والله والله سخفت اي سخفت اي برجولي يا صاحبي، سخفت اي شو بيري يا ما صاحبي. يعني هنا معناها كي نجي ونتيتم ونبكي لك وانا ظالم عبد تجي معايا؟ انا اقسم بالله اللي في بالي بالحيثيات وسخفت اي حاب تقولك ليه ليه في بالي بيك سخفت. اما صاحبي كي سخفت جيت مع الظالم كونتر كونتر المظلوم صح. ليه انا حاولت نقول فهمني ولا شفت معك اللي كونه بالنسبه لي انا اللي جلم الموضوع وعلاش هذا الكل صاير نقدر نستر. انا يا اخويا انا يا اخويا كي طلبتك على الموضوع هذا برك، اما الموضوع ما باش يتلم بعد مره واحد مره بتي انا باش نعيش لهم اليوم هما لعنه. ولا ما ولا السكريات نتاعي اسمع عمار حضر فيهم قسما برد والله. خليها صاحبي مريقل انت يا اخويا هاكا عندك النوم وطلبني وقت اللي تحب نتقابل تنتقابل صح. يا اخويا لطف عليك اخويا وان شاء الله ربنا كان خير ان شاء الله. ان شاء الله ربي يجزاك مريقل عايش خير. مريقل عايش خير.